لا إله إلا الله. أهو ده حلم أبوك يا دكتور زين. حلم ناقص ملوش تفسير. كل شيء بأوان. يا ما قلتلكوا بلاش المشروع ده. كلكوا وقفتوا لي، أقول لكم ده مشروع مش منطقي أبداً، وعلى فكرة أنت أكتر واحد وقفت لي. قلت نرضي المرحوم أبونا. وهو مات من غير ما يشوف في حتة الأرض دي عمود واحد خرسانة حتى. في إيه يا سيادة المستشار؟ لكل أجل كتاب. ونعم بالله، بس أهو بقت مشكلة فوق المشكلة، لا عمره هيتباع ولا هيتشرى. ليه بس يا سيادة المستشار؟ مين اللي هيجي يشتري حتة أرض عليها مبنى زي دي ما تملش؟ إحنا ممكن نكملها ونتصرف. لا يا دكتور زين، مش هنكملها، أنا هتصرف والحال على ما هو عليه، وهثبت حالة، وإن كان أخوك واخد عليها قرض من البنك زي ما عمل في أرض المنشاة والوكالة، أنا شخصياً بقى مش هتنازل عنها. مش هتتنازل عن إيه يا سعادة المستشار؟ ما تكمل كلامك، مش هتتنازل عن إيه؟ سلام عليكم يا أبو وجيه. سلام منين؟ إذا كان أخوك جاي فتح النار على الآخر. لا يا رحيم، أنا لسه ما فتحتش النار ولا حتى فتحت بقي، لأني لسه عامل حسابي إنك أخونا الكبير. وانت جاي تحاسبني ولا تحسب الارض تسوى كام؟ جايين نحسبها ونعرف بالمره هي تبع مين. تبعي باسمي، اشتركها باسمي، وزي ارض المنشاه والوكاله اللي كانت باسم ابوك وحطيتهم ضمان في البنك. وتلاقيهم طبعا لسه مديونين وهياخدهم البنك. طب ما انت عارف اهو. وبعدين بقى كده هتخلينا نقول ان ابونا غلط لما فات لك كل حاجه باسمك يا بواجيه؟ لا انا اللي غلطت، وهكمل غلطي واظلم. واخوك هو بتاع المحاكم والعدل، وانا مستني المحضر يجيب الاعلام. بس ده ما يبقاش عادل يا رحيم. اسال اخوك عن العدل، قول له حسنات فين. شوف يا رحيم، احنا هنتحاسب، بس الاحسن ان اخونا الكبير هو اللي يحاسبنا مش احنا اللي نحاسبه، والافضل ان احنا نتحاسب مع بعض كاخوات، مش نقف قدام محكمه علشان نتحاسب. وانا شخصيا كرئيس محكمه وعارف يعني ايه عدل، كان من حقي اني احمي نفسي واولادي واخويا الكبير واولاده واخواتي واولادهم من واحده ست شفاف شادر. اسكت ولا كلمه. انتوا جايين ليه؟ امشوا. وانت جاي ليه؟ جاي قاعد لوحدك ليه؟ جاي تراجع نفسك ولا تحسبها؟ يا ريت تحسبها يا اخونا الكبير. راجع نفسك قبل ما يفوت الاوان، ساعتها لا هتطولنا ولا هنطولك. راجع نفسك يا كبرنا. انا مش جاي ارجع نفسي يا دكتور، عشان انا لا غلطت ولا ظلمتك. وكيف ما بتقول انت اخوك؟ لا يا كبرنا، انت حاسس انك ظلمتنا، وهتفضل طول عمرك تدور على مكان تقعد فيه لوحدك عشان تراجع نفسك. دي حسبه الناس بتتعلمها وتدرسها. لو ده اللي اتعلمته يبقى انا غلطان، انت من العمر كله اللي علمتك. انا كنت قاعد اتامل الخمس طوابق اللي فوق بعض، كل واحد مننا في طابق، كيف ابوك ما كان بيقول وبيتمنى. لما كتبتولي نص الملك طق في راسي، ما اعرفش كيف افتح الطوابق على بعض واخلي اخر طابق اللي قعدتنا سوا ناكل سوا زي زمان، كيف ما كنا صغيرين وشنا في وش بعض قاعدين على الطبليه، كل واحد مننا يا اخر يده عشان اخوه يلحق اللقمه بداله. كنت بحلم بخمس اخوات مدين يدهم في معون واحد، ساندين بعض، حاسين بالشبع والامان. فقت من الحلم على الخمس ادوار فوق نافوخي، لما حجرتوا على عقلي خليتوني كيف الاخ الصغير ناقص عقلي ودين. طيب يا اخواتي يا متعلمين، ارحموا اخوكم الكبير الجاهل، قدروا جهله، قولوا غلبان لا عمره راح مدارس ولا جامعه ولا شاف ست ولا بنت ولا اتجوز عن حبه كيف ما اتجوزته. قولوا ناخده على كد عقله نريحه كيف ما ريحنا العمر كله. طيب ابعد عني، امشوا وقفوا ايديه، ما عاوزتش تمشوا امشاني. خلاص كده للأسف يا دكتور، مفيش قدامنا غير المحكمة. لا يا متشاوي، اللي بين الإخوات ما يتحلش بالمحاكم. أمال هيتحل إزاي يا دكتور؟ ما هو مفيش حل تاني. بالزمن. الزمن؟ أنت بقى عايزنا نقعد نتفرج عليه والسنين تتفرج علينا ونستنى الزمن يحلها؟ نستنى أخوك يهدى ويرجع لعقله. مش هيرجع لعقله يا دكتور زين، اللي هو قاله دلوقتي معناه إن هو ما اللي قاله دلوقتي قطع قلبي. انت عايز الحق؟ هتقول عنده حق؟ حتى لو كان غلطان كنا خدناه على قد عقله زي ما قال. شوف يا دكتور زين، انا هرفع قضية واللي ليه حق ياخده، وارجو ان احنا نطلع غلطانين زي ما انت بتقول. مش هينفع يا منشاوي،
مش هينفع، أنا مش موافق. يبقى تنازل عن حقك يا دكتور. السيد المستشار، تحية تقدير وإجلال، وبعد أقدمه لسيادتكم المستشار المنشاوي عمران المنشاوي، رئيس محكمة والوكيل قانونا عن أسرة المنشاوي حسب توكيلاتهم المرفقة. نعرض الآتي: ترك لنا والدنا المرحوم عمران المنشاوي ثروة طائلة لا نعرف مقدارها، لأسباب أحيط سيادتكم علما بها فيما بعد، وكتب لأخينا الأكبر رحيم عمران المنشاوي نصف هذه الثروة على أن يوزع نصفها الآخر علينا نحن الورثة المذكورين، كل حسب نصابه القانوني، لكننا فوجئنا بأخينا الأكبر يستولي على كل ما ترك لنا الوالد. أخيرا مسكت القلم وقررت ترفع دعوة. ما بتكتبش ليه؟ ما تكمل. مش عارف أكتب أقول إيه. مش عارف إزاي؟ كل ما أجي أكتب اسم الأب ألاقي رحيم هو اللي قدامي، مش الحاج عمران الله يرحمه. مش فاهمة. حاسس إن رحيم والدنا مش أخونا الكبير يا ماجدة. أنت بتقول إيه؟ بقول اللي حاسس بيه، وهي دي الحقيقة. رحيم هو اللي ربانا وكبرنا، ما كناش بنشوف غيره ولا بنطلب غير منه. مش قادر. ايه يا منشاوي، ايه اللي بتعمله؟ بتقطع الورقة ليه؟ أرجوك يا ماجدة، أرجوك قدري إحساسي، مش قادر يا ناس، مش قادر. سبت الدنيا كلها والعريس والعروسة وجاي هنا تعمل ايه؟ جاي ياخد نفس يا سيد. فما كنا طلعنا على القهوة خدنا نفسين. لا جاي ياخد نفس يصح. من يوم ابويا الله يرحمه ما قال لي شد الحزام واجري لغاية اخواتك كلهم ما يتعلموا وكل واحد يبقى له بيات، من يوميها ما خدتش نفسي. لله دي بعون الله يحيى اخرهم رايح بيته خلاص. ما كل الناس باركت لك وبتدعي لك، حتى اخواتك. انا ما عاوز حد يبارك لي ولا يدعي لي، أنا كل اللي عاوزه دي الوقت أقعد في مطرحي أروق نفسي وأشوف نفسي عاد. طب روح أنت بقى شوف نفسك وأنا هشوف نفسي وأضرب لي نفسي. بالسلامة. سلام.
حسنات حسنات. رحيم ملك يا رحيم، في ايه؟ انت بتحلم ولا ايه؟ عملت تقول حسنات؟ انا طول عمري انا بقول حسنات. طب يلا يلا عشان اقدر على وصول. يلا بالسلامة يا ولدي، خدي بالك منه يا بنيتي. ايه يا عم دندراوي، انت مش جاي معانا؟ لا انا حركب القشاش اللي جاي الصبح. طب ما تركبش معانا ليه؟ واجيب حق التذكرة منين؟ تذكرتي ايه يا عم؟ تعال معانا. يلا روح لحالك يا ولدي، ربنا معك. وما تجيش معانا ليه؟ تذكرتك على حسابي. تعال. وعلى حسابك ليه؟ وتغرم ليه بس يا ولدي؟ اغرم ايه يا عم؟ لو عايز اشتريك القطره اشتريهولك معاي، الفلوس ما عدلاش عازه. تعال. تفضل يا ولد. تفضل يا ولد. تفضل يا ابو. نقعد احنا هنا. وهو قطر وماشي ماشي، ناس ومني ماشي ماشي، وهو قطر وماشي ماشي، ناس ومني ماشي.